السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زلنا في كتاب الزكاة. ذكرت في مجلس سابق بعض الأحكام والمسائل المتعلقة في الزكاة. في هذا المجلس سأتحدث أيضا عن بعض المسائل والقواعد والأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. أولا، بالنسبة للزكاة لا تجب في كل مال. الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أربعة أصناف، في أربعة أصناف. وهذه قاعدة مهمة يحفظها الناس. لا بد أن يعلموا بأن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في أربعة أصناف. ثانيا، بالنسبة لهذه الأصناف الأربعة، هي زكاة النقدين، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وزكاة عروض التجارة. هذه أربعة أصناف، هذه أربعة أصناف. ثالثا، بالنسبة لزكاة النقدين، المقصود بالنقدين الذهب والفضة، المقصود بالنقدين الذهب والفضة، وأيضا ما هو في معناهما مثل الدراهم والفلوس، هذه لها يعني قيمة واعتبار، ولذلك تزكى بالشروط الشرعية، تزكى بالشروط الشرعية. بالنسبة لبقية الأشياء التي هي قريبة من الذهب والفضة مثل الألماس، مثل بقية المجوهرات، هذه ليست، لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، لأن ليست من النقدين، ما تسمى يعني ما يقال بأنهما من النقدين، ولذلك الزكاة تكون في النقدين الذهب والفضة بشرطين. طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيلها بشكل أوسع، وهو شرط النصاب وشرط حولان الحول. فالذي لديه مثلا جواهر أو مجوهرات، أو لديه أحجار كريمة مثلا، هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدها للتجارة، وسأذكر هذا بعد قليل. إذن زكاة النقدين. المسألة الأخرى، زكاة بهيمة الأنعام. المقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذا ضابط مهم تحفظونه. إذا ذكرت بهيمة الأنعام في الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية، الأحكام العملية، فتنصرف إلى هذه الثلاث. يعني مثلا في كتاب الأضاحي، لما تذكر بهيمة الأنعام، الأضحية لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. واضح؟ يعني لو جاء شخص قال أنا أريد أن أضحي بغزال، قلنا ما يجوز. قال ثمنها عالي مرتفع، يمكن يساوي 10 من الغنم، قلنا له لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام. إذن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. في العقيقة مثلا، ما تصح العقيقة إلا من بهيمة الأنعام. الهدي في الحج ما يصح إلا من بهيمة الأنعام. فقصدي أنا يضبط الإنسان مسألة جملة بهيمة الأنعام تنصرف إلى هذه الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. وطبعا هذه لها شروط، يعني من حيث النصاب وأيضا حولان الحول. وبهيمة الأنعام، فالراجح من قولي أهل العلم أن الزكاة تجب في السائمة دون المعلوفة. ما معنى ذلك؟ أن زكاة بهيمة الأنعام تجب في السائمة أغلب الحول، التي ترعى أغلب الحول. أما بهيمة الأنعام التي تعلف ويصرف عليها، هذه لا تجب فيها الزكاة، فالراجح من قول أهل العلم، والحديث نص في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الإبل، في سائمة الغنم، فدل هذا على أن الزكاة تجب في السائم، وهذا يدلنا على كمال الشريعة، وأنها لا تجمع على المسلم أمرين ثقيلين على النفس. فكون يخرج الزكاة وهو يعلف، هذا لا يتفق مع الأصول التي جاءت بها الشريعة، ويدل على كمالها وعلى مراعاتها لأحوال الناس.
المسألة الأخرى ما يتعلق بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار يتفق مع بقية الثلاثة، بقية الأصناف الثلاثة في شرط النصاب، لكن يختلف، ينفرد عن الثلاثة بشرط الحول، فهو لا يشترط أن يحول الحول على الحبوب والثمار. فإذا بلغت النصاب ويعني كانت يعني استوت وجب إخراج الزكاة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. يوم حصاد، وقد الإنسان يزكي مرتين بالنسبة للحبوب والثمار. الرابع عروض التجارة. العروض جمع عرض طبعا، والعرض هو ما يعرض ويزول، يسمى عروض. وكل ما أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة بشرطين: إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب يحسب بحساب النقدين أو الفلوس أو الدراهم. واضح؟ هذا يسمى عروض التجارة. مثال: أنا عندي سيارة أركبها يعني أستعملها، فيها زكاة؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة في السيارة. لكن إذا أعددت السيارة للبيع والشراء أصبحت من عروض التجارة، أصبحت من عروض التجارة، إذا تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة من ساعة بداية العرض، العرض في السوق، سواء في السوق ولا وضعت رقم هاتفك ونشرته في وسائل التواصل، عندك سيارة للبيع. إذا مر سنة كاملة وما بيعت هذه السيارة فيجب عليك أن تقيمها بسعر وقت حولان الحول وتخرج زكاتها ربع العشر. عندك بيت تسكنه وغيرت نيتك، قلت أريد أن أبيع هذا البيت، يعني الآن أردت التجارة فيه، أردت أن تربح في هذا البيت، فمن ساعة عرضك للبيت أو الأرض مثلا تبدأ تحسب مسألة الزكاة. هذا يسمى عروض التجارة. عروض التجارة حتى في الأصناف الثلاثة السابقة، النقدين و بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، إذا كان دون النصاب لكن أعددته للتجارة والبيع والشراء فنتجب فيه الزكاة على أنه من عروض التجارة، على أنه من عروض التجارة. يعني مثلا شخص عنده أربعة من الإبل، أربعة من الإبل لا تجب فيها الزكاة، لكن أعدها للتجارة، فهو يعرضها للبيع ثم يشتري بثمنها أيضا إبل أخرى وهكذا. هذا يجب عليه في نهاية السنة أن يخرج زكاة هذه الإبل الأربعة، زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. هذا فيما يتعلق بالأصناف التي تجب فيها الزكاة. بقية الأصناف لا تجب فيها الزكاة. البيت اللي تسكنه ما يجب فيه الزكاة، السيارة اللي تركبها ما تجب فيها الزكاة، المجوهرات اللي عندك مثلا غير النقدين هذه ما تجب فيها الزكاة. عندك مثلا أي شيء تستثمره أيضا ما تجب فيه الزكاة، يعني مثلا أنت عندك بناية للتأجير ما تجب فيها الزكاة، الزكاة في الأجرة وليس في البناية. عندك مصنع، كل ما في هذا المصنع من معدات تشغيلية، يعني معدات مثلا أقصد أن أرفف، مكاتب، مكاين لإنتاج شيء تعرضه أنت في السوق، هذه كلها ما تجب فيها الزكاة. المكاين، الأرفف، المكاتب، المعدات الأخرى. أما المواد التي تعرض للبيع والشراء هذه التي تجب فيها الزكاة، هذه التي تجب فيها الزكاة. بقية الأشياء التي تعرض، يعني يعرضها الإنسان للبيع والشراء، ما دام أنها عرضت للبيع والشراء فإنه يجب عليه أن يقيمها بسعرها، سعر يعني عنده بسعر البيع عند حوالان الحول، ليس بسعر الفواتير، بسعر البيع، ويخرج زكاة. عندي مسألة أخرى ما يتعلق، وهي مسألة مهمة جدا، ما يتعلق بزكاة الديون، وهذه مسألة كثيرا ما تطرح. حقيقة المسألة ليس فيها إجماع، وإنما هي مسألة خلافية. الشخص الذي
له دين على الآخر، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الدين؟ هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدين يزكى مطلقا، يزكى مطلقا، بمعنى أن أي شخص لديه دين على آخر فإنه في آخر الحول يزكي هذا الدين. قول آخر بأن الدين لا زكاة فيه، بمعنى أن شخص يعني يطلب شخصا آخر مبلغا ماليا أو أشخاص، قالوا لا يزكي حتى يقبض المال ويزكي عن سنة واحدة. القول الوسط، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، أن هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الدين على مليء شخص يعني لديه قدرة على السداد، وهذا الشخص معترف بالمال غير جاحد له مثلا، فإنه تجب فيه الزكاة. ويشبهه بعض الفقهاء بهذا المبلغ كأنه في حسابك المصرفي مثلا، وديعة، فإنه في حكم المقبوض، قالوا في حكم المقبوض. أما إذا كان الدين عند مماطل أو جاحد أو معسر مثلا، قالوا له هذا في حكم المعدوم، ما يزكي حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة، يعني عن مثلا بقي المال سنوات عند هذا الشخص، سنوات، قالوا لا يزكيه حتى يقبضه عن سنة واحدة فقط، عن سنة واحدة. يعني لو أتصور لو أنه مثلا بقي عنده 10 سنوات عند هذا المماطل أو الجاحد أو المعسر أيضا، ثم رزقه الله قال فضل هذا مالك، قال يزكي عن سنة واحدة، السنة التي تم فيها قبض المال. ولذلك الذي يظهر أنه الراجح بأن الديون التي على الآخرين، التي لك على الآخرين، ينظر فيها في حال المديون. فإذا كان مليئا معترفا موسرا يجب عليك أن تزكيها كل سنة. إذا كان مماطلا معسرا مثلا جاحدا، فإن هذا لا زكاة فيه، لا زكاة في حتى تقبضه عن سنة واحدة. وهذا جمع بين القولين. مسائل الزكاة عموما واسعة، إن شاء الله في المجلس القادم أنبه إلى بعضها، ونكمل إن شاء الله المجالس هذه في الفقه الميسر، وأنا أحرص على التبسيط قدر المستطاع، لأن عنوان الدرس هو الفقه الميسر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. ألتقيكم إن شاء الله على خير في المجلس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.